تقول انا اسبح عدد كبير من التسبيحات لكن بعض الاحيان اشرد بامور الدنيا وانا اسبح، هل يقبل الله تسبيحي؟ اختي الفاضله ام يوسف من العراق زادك الله حرصا وفقك الله لكل خير. بالنسبه لذكر الله او للذاكر لله على حالتين. ذاكر لله مستشعر ما يذكر والقلب مواطئ لللسان الذي يضطرب بهذا الذكر هذا افضل النوعين. افضل النوعين نوع لا يذكر وتقريبا يشرح مثل حالتك في امور الدنيا لكن يذكر الله هذا له اجر وثواب لكنه ليس في مثل المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه تحتاج الى مجاهده حتى ترتقي يرتقي الانسان الى المرتبه الاولى في من ناحيه ذكر الله ولذلك ذكر الله كلما واطأ القلب اللسان كلما استحضر الانسان معاني هذا الذكر كان افضل والذي ما يستطيع لا يترك الذكر ويقعد لا يذكر الله حتى لو سرح في الدنيا وانشغال وكذا يذكر الله فإن هذا مع الوقت بإذن الله كفيل بأن يجعله من أهل المرتبة الأولى بارك الله فيك